مرحبا بكم في سهرية جديدة مع احنا هكا سبيسيال. سهريتنا يا مبلغ ينجم يوصل ل 50 مليون. احنا جمعية خيرية مش تنتفع بالمبلغ هذايا، الجمعية نتاع ليلى هي سادات طفل بمنوبة، تحية لهم. ونجوم حاضرين معانا، نجوم حبيتوهم مش يلعبوا طرح سخون برشا، زوز مسلسلات كانوا فرقعوا الدنيا في رمضان اللي فات. على يميني نجوم مسلسل مكتوب. قدامهم اللعبة الليلة مش تكون سخونة برشا. نجوم مسلسل شوف لي حل. على يمين من مكتوب شكو عاطف بن حسين، مريم بن مامي، ياسين بن قمرة، جودة ناجح، رانيا القبسي، نشوف لحل سفيان الشاري، جميلة الشيحي، كوثر بن حاج، عثمة بن عثمان، أمال البكوش. ومن جمهور الليلة سهرية قوية برشا، كونوا معانا وشوفوا شكون مش يربح وقديش مش يربح الجمعية سادة الطفل في منوبة. نبدأ مع بعضنا في الجولة لولا. صوفيا خذ التعليمات الأخيرة. صوفيا لا لا سر 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 لا قولوها إذا لنا قابل قابل سر سر شكو جبت ستاير معاك شحويلك عاطف بن حسين أستاذ مسرح مسرحي بالأساس برشا جوائز ما شاء الله عليك إخراج وأخيرا انفجار في مكتوب تفرقيعه بشكير ازرق بشكير الازرق. صلي على النبي سفيان صلي على النبي عليه صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي. شكو اللي ما نعرفوهش في حياتك الشخصية، متزوج قبل لطفلين جميلين، تتذكرهم ولا شو الأسماء بتاعهم؟ سلمان وريان. الحب شنو أموره؟ لاباس. خاطر في المسلسل أموره تعبة شوية في الحب. إيه باهي الحب ديما كيك أموره تعبة. باهي في الجزء باهي سارة سارة حتى نفهم. الجزء الثاني نتاع مكتوب مش يصير له شكو؟ لا هذيك أسأل سامي الفهمي. أسأل سامي الفهمي أمور رواق. هاي صوفيا متزوج عندي زوج صغار واحد واحد والله زعما واحد بخبيه اي ديجا مخبيه واحد بكفنه العرس باهي ولا لا شو باهي تحكي لي هاي عزه عامله فيك برشا حوايج حتى انا عامل فيها برشا حوايج قديش عندكم عارسين انت عزه؟ خمس سنين ليه مخطوبين هذوكم اربع سنين مخطوبين اربع سنين مخطوبين وعام عرس انت شكون الراجل في الدار انت ولا هي؟ مانيش مخطوبين مانيش مخطوبين سليمان انا راجل انا راجل ام الراجل بعد عرس ايد على البزور ايد على نهاركم شو البزور هذا قدم لك البزور باش تنزل عليه وقت نكمل السؤال اسالنا 100 تونسي سمي عبارة تنجم توصف بها راجل مزيان برشا تنجموا تنزلوا راجل مزيان برشا عشان عايتوله يقدر Yeah, yeah, yeah.
موجودة ولا لا؟ موجودة. هاي كمل. عبارة نصف بها راجل مزيه كيما سفيان. جميلة. طيارة. طيارة. طيارة جميلة زي حكاية. ماهيش موجودة. هاي كوثر. ويهبل تتن يهبل يهبل موجودة. هاي قولي تعرف قولي تعرف هاي بس لا ما تقولش ما تقولش يفتق يفتق عملنا يقطع يهبل ويفتق يفتق كما تحب مش يتفتق ديجا يعرج منه يتفتق منه يفتق والله يموت. هاي باش بدك كارتا قنبلة 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 لازم نقولوا قنبلة. اي 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 بعد العرس مش يدك لاطا كيف كيف قنبلة قنبلة موجود. هاي شوف نرجع حاجة شنو حاجة لا لا ما نحكيش مع بعض لا 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 هاي قول فرخ 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 عليانا عليانا ملا فرخ ملا فرخ حضروا رواحكم جماعة مكتوب ممكن نجيكم حضروا رواحكم تشاوروا مع بعض هاي جميل تحفون تحفون يعيشك مسيح تحفون ونمشي جماعة مكتوب هاو جاكم مكتوب مزيانة برشا سؤال سهل برشا شنو نعيطوا الفل مزيان برشا واحدة بوغوس بوغوس مدام زود حلو حلو يعيشك هاي مش نورمال مش نورمال مزينو مزينو كهوة كهوة هاي شكو حليل حليل قاعد امد حليلتو حليل ولا مش نورمال حليلتو حليل حليل مكتوب قالوا لي أحليل حليل شوفوا أحليلتو لازم تبقى تشوف يا حي سي بون سي بون سي بون ينزل يمشي ويجي خطركم ما تجيبونيش خطركم ما تجيبونيش ديجا امي جابتني اسمي روح ياخذ علينا في الهاتف شو هذا مش نورمال هذيك ما تكسرش في المرتبة السابعة قولوا كعبة كعبة ملا كعبة ملا كعبة فان عاطف بن حسين ملا كعبة وعيب في المرتبة السادسة عندك انسان مغادر من قبيلة ترميد ملا قطعة قطعة سايب الجمهور من الفريق بالقار قطعة في المرتبة الثانية قطعة تحبل جيب هوات بوغوس بوغوس سمعت مكتوب شوف لي حالة 63 نقطة